اهلا وسهلا فيكم بفقره الطبخ. غاده تلي راح تكون معنا اليوم. صباح الخير غاده. صباح الفل، كيفك انت؟ ايه الاخبار؟ عشو كنتي بالدوري؟ تفاجاتي قبل شوي. كنتي بدك فيهم مي؟ لا لا لا، كنت عايزه ادوب المكعب المرق. اوكي هلا بنجيب مي، بنحط مي. هي اللي حطاها كله تمام، خلاص جاهز. طيب غاده اليوم راح تعمل لنا سكالوب دجاج مع بطاطا مهروسه وجريفي صوص، وكمان راح تعمل لنا كب كيكس فيهم شوكليت بتسوخ، مش هيك غادة؟ لا مزبوط؟ لا 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 لا، الشوكليت بس نزين. هي الكريمة الزيت اللي راح نزين فيها. بس طبعا النهاردة أكلتنا كتير بسيطة بسيطة، والحاجات اللي هي بتتعمل كل أسبوع، حاجات سهلة مستعملة. طيب كتير حلو يعني. راح نبلش بالجاج بالمالح ولا ايش بدنا؟ اوكي، اذا بتحبوا تاخذوا معنا مقادير دجاج السكالوب مع البطاطا المهروسه، هاي المقادير هلا رح تظهر على الشاشه. بدنا كيلو صدور دجاج مسحبين طبعا، بدنا رغيف توست ابيض، بدنا معلقه كبيره خلطه اعشاب مجففه اللي هي بقدونس وريحان، واذا بدنا زعتر، ربع كوب بارميزان تشيز، بدنا فلفل احمر حار اختياري اذا بتحبوا شويه تشيلي صوص، وزيت للقلي. لو جينا طلعنا بدنا التتبيله اللي بدنا نتبل فيها الدجاج، بدنا معلقتين كبار ماسترد، معلقه كبيره عسل، معلقه كبيره ليمون، معلقه صغيره بودره الثوم، وملح وفلفل اسود. للبطاطا المهروسه بدنا نص كيلو بطاطا، معلقه صغيره زبده، نص كوب حليب، وشويه ملح. خلاص هنا عملنا، حطينا الماسترد والعسل والليمون وبودرة الثوم وكله خلاص. فدلوقتي هنجيب الفراخ ونحطها في التتبيلة دي ونسيبها، يعني هي تقعد مثلا ساعتين في البراد في التلاجة لغاية ما تتشرب التتبيلة اللي احنا حطيناها فيها. طبعا بيبقى النكهة أقوى وبتطرى شوية هي من الخردل. صح، المسترد بيطريها كتير. رح أخذ اتصال معاي رايا. والليمون كمان بيطريها، والليمون دائما بيطريها كتير. ألو رايا، رايا يا رايا، خير؟ صباح الفل، كيفك يا رايا؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا، منيحة يعطيك العافية. الله يعافيكي ويخليكي، كيفك؟ الحمد لله. أهلين، تمام مناح، وانت كيف امورك؟ الحمد لله. بتصدع غاده، كيف حالك؟ يا صباح هون. الفل، كيفك؟ شو اخبارك انت؟ ايه اخبارك؟ يعطيك العافيه على اكلات الزاكية. الله يخليكي يا ربي، شكرا. الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ان شاء الله. تسلمي. اهلا وسهلا. هو النهارده الجواب على الاس ام اس، يوم الاثنين الجواب على التليفونات. ان شاء الله، ماشي حبيبتي. اهلا وشكرا لاتصالك يا رايا. خلاص دلوقتي احنا تبلنا، احنا قلنا بدنا نتركه بالثلاجه شي ساعه، يعني ساعه ساعتين. طبعا لو كل ما بتقعد اكتر كل ما بتدي نكهه اقوى. حلو تمام. دلوقتي انا عملت ايه؟ جبت التوست الابيض. هو دايما الناس بيقولوا انه المطعم بيعمل الاسكالوب بيبقى غير اللي بنعمله في البيت، هو ده السر. المطاعم بيستعملوا التوست الابيض، ما بيستعملوش القرشله. احنا بنجيب قرشله مطحونه. لا، لان القرشله المطحونه اوريدي بتبقى محمصه، فبيبقى لونها غامق. لو تلاحظي كل اللي بيتقدموا في المطاعم بيبقى لونهم ذهبي. ذهبي ليه؟ لان هو اصلا توست ابيض وبيتحمص، بيديك اللون والقرمشه الطازه دي، القرمشه الفريش. تمام. فاحنا بناخد التوست الابيض بنشيل الحواف بتاعته، وفي المكنه بنحطه في المكنه بس خلاص، هي الزيت. بعد الزيت بتاعت رندا بيطلع معانا ده، بيبقى بنعمله لغايه ما يبقى كده. تمام. دي بقى هناخده نحط عليه الاعشاب على العيش. هنحط الاعشاب اللي عندنا، الاعشاب دي بتتباع في كل السوبر ماركتات، بيبقى مكتوب عليها اعشاب ايطاليه يمكن، بتبقى خلطه من الاعشاب. مش موجوده خلطه الاعشاب، ممكن يحطوا بس زعتر، ده بيبقى موجود في اغلبيه البيوت يعني. حطينا الاعشاب وهنحط الجبنه، والجبنه اختياري يعني بس زياده طعم، بس لو مش موجوده مش بارميزان. لان الجبنه البارميزان هي اللي ما بتسحش. صح، بتفضل بدل طعمتها قوي، ما بتسحش، بتفضل زيها زي التغليفه. حلو. محافظه على القوام بتاعها. وبعدين هنحط كمان ده فلفل حراق اذا بتحبه، برضو اختياري، فلفل حراق احمر واخضر والوان،
فهي هنحط بس كمية خفيفة، هتدي كمان لون حلو للتغليفة. خلاص كلهم كلهم أذكى. يلا أخذ اتصال عبر ما نخلطهم. طبعا. يلا هلو، صباح الخير. صباح الفل، أهلا وسهلا ميسون، كيفك؟ الحمد لله، كيفكم أنتم؟ تمام الحمد لله، كيف أخبارك يا ميسون؟ والله نشكر الله الحمد لله. أصبح على غادة. هاي غادة عم تسمعك. يا صباح الفل، كيفك غادة؟ كيفك ميسون؟ والله مشتاقة لك الحمد لله. الله يخليكي، الله يخليكي، تمام الحمد لله. كل يوم فكرة جديدة وطبخة جديدة، هلا كثير يا غادة. الحمد لله، إن شاء الله دايما تعجبكم الوصفات يا ميسون. تسلم إيديك يا والله. تسلمي حبيبتي، شكرا. ما بتقصري حبيبتي، يعطيك العافية. تسلمي، شكرا. شكرا. هلا شكرا. غادة. خلاص دلوقتي بعد ما عرفنا سر المطاعم، بصي ازاي شكل، يعني شكله حلو وفي الوان وحتى طعمه اختلف تماما مع التتبيلات اللي حطيناها عليه، وده طبعا ممكن تعملي بيه الفراخ وممكن تعملي بيه الستيك كمان، اللحمه السكالوب اللحم بالظبط كده، والسمك كمان مش هيقول لا، بس يمكن وقت السمك ممكن نشيل الجبنه. مزبوط، يمكن الجبنه بتلبقش معه. بس هي زاكيه الخلطه. أوكي. خلاص دلوقتي هنبتدي نتبل الفراخ اللي عندنا. طبعا حمينا الزيت شوي، بدنا زيت قد ايه حطيتي زيت؟ لا حطيت زيت يعني منيح. مش لا مش ديب فراي. مش علي غالي عميق، ثلاث ارباع فراي. ما بيعرفش يعني عشان ما تبقاش ثلاث ارباع. ثلاث ارباع. اوكي، فدلوقتي هنحط الفراخ اللي عندنا في البيض وبعدين في البقسماط. اوكي، كتير لونه حلو وكتير طعمه بيبقى لذيذ، وممكن كمان بدل ما بنعمل الفراخ كده ممكن بنعملها اللي هي زي الأصابع الفينجرز، بنقطع الصدور كده للولاد بيحبوا الصغيرين. صح، الفينجرز دول يعني احنا مش لازم نتأيد ابدا بالمقاسات. بحس كل الصغار بيحبوها هاي الاكله، بيحبوها منه، بياخدوا بروتين ومنه بياكلوا دجاج. بيكون مفيد. بصي الكبار والصغيرين والكبار كمان، فراخ البانيه والحاجات البانيه عامه ما فيش كتير صغار بيحبوها. قليل ما حد ما يحبهاش. طيب في البيض مش محتاجين نتبل البيض طبعا، لان عندنا تتبيلات كتير في الفراخ وفي ال خلاص. بعدين النار لازم تكون النار يعني مش عالية على الآخر، لأن لو عالية على الآخر هنحرق التغليفة اللي عندنا ومش هتستوي الفراخ. فهتبقى مشكلة، فإحنا عايزين النار تكون وسط. الأول نسخن الزيت وبعدين بنخلي هي رقيقة، ما بدها كتير وقت بالضبط يعني. هي لو تخينة بتغلف شوي، والليمون زي ما قلت اللي حطينا عليها كمان يعني. ممكن نقول كمان فكرة لل بيحبوا شوية الأكل يكون أخف من كده، بنعمل اللي احنا عملناه ده وبعدين بنبخبخ عليها شوية زيت خفاف جدا وبندخلها الفرن. بصير اللي ما بيحب يقلي، اللي ما بيحبش يقلي، فهي برضو كده بتبقى طعمها حلو. بارد الزيت؟ لا. لا لا بقى. ممتاز. أوكي. طيب خلينا نحط الدقيق، يعني معلقتين كفايه، احنا مش عايزين كتير قوي. كملي. يلا حطينا اول الطحين نقلي. بس خليه شويه يغمق لونه. امتى عملنا المسخن غادة؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين صح. صدقي روحت لقيت ناس مطبقينه. رأسا؟ في كتير ناس حبوا طريقة اللف دي، قالوا انها انضف واشيك للعزايم والبوفيهات. وفي ناس تانيين طبعا بيحبوا الدجاج. لا احنا طبعا بنعمله، لما بنعمله بنعمله مدور عادي زي ما الكل بيعمله، بس احنا حبينا نوري طريقة جديدة للتقديم. ففي كتير ناس طبعًا حبوا الفنان الواحد بغير الفكرة، انه يعني انه بتبقي في عزومة او حاجة بتاخدي النص زي ما هو ممكن تزغري الرغيف بالظبط. طيب بس يبتدي يغمق شوية الدقيق، خلينا نحط بس مكعب المرق اول ما يبتدي يغمق، وبعدين هنبتدي نحط الميه اللي احنا مسخنينها. طبعا الصوص الجريفي ده بيتعمل لحاجات كتير، ممكن نحطه على اللحمه، ممكن نحطه على يعني هي صوص بني جريفي، فعلى اي حاجه ممكن نستعملها، على اللحمه على الفراخ شغاله.
كلهم صباحات وبيسلموا عليكي وبشكروك وبيسلموا ايديكي. الله يسلمك ويسلمهم. هلا البطاطا انت جايبتيها مسلوقه ومهروسه؟ طبعا. ابتدى لون الطحين يتغير، ده اللي احنا عايزينه عشان شويه ناخد اللون البني، وكمان احنا ضايفين معلقه صويا عشان ناخد لون بني اكتر. حلو. يا غادة. يا رندا. عملنا ملفوف احنا هون ولا لا؟ لا لسه كنت بفكر فيه الصبح. هذيك المرة سويت ملفوف. اللي بس بيتعمل هنا غير خالص اللي بيتعمل في مصر. بمصر؟ في مصر بيعملوه بال بخضرة كتير، بشبت وبقدونس وكزبرة. هلا بتحطي لنا بنفس الشيء لحمه ورز بقلبه؟ بس بيطحى خلاص. استني دلوقتي بقت بني الدقيق، فحطينا مكعب المرق. طبعا ممكن مكعب المرق بندوبه مع ال يعني ممكن ندوبه مع الميه، او ممكن بنحطه مباشره على هنا وبنبتدي نزود الميه شويه شويه مع طبعا التقليب المستمر عشان ما يكتل. عشان ما يكتلش ما يكعكلش. ايش بيقولوا؟ يكتل. لا بالمصري بيقولوا يكلكع. يكلكع. سمعتها هذيك مره من كمان نرمين على فتافيت علشان ما يكلكعش. يكلكع. طبعا الميه لغايه ما ناخد السمك اللي احنا عايزينه. تمام. ممتازه. ممتازه. ناخد شويه صويا نحطها بس شويه. قلت لي حلو عشان اللون. هو اوريدي اللون غامق. بصي الطعم طبعا زاكي خلاص، لان احنا خدنا كل البهاريز من مكعب المرق اللي حطيناه. البهاريز يعني النكهه؟ البهاريز يعني النكهه. لا يعني ايه؟ يعني النكهه. صلصه ولا النكهه؟ خلاصه النكهه. خلاص خلاصه النكهه. خلاص هي تقريبا كده خلصت عندنا، وده قرب يتحمر. حلو. تمام. خلاص هنشيل دي من على النار لانها خلاص غليت، وهي دي السمكه اللي احنا عايزينها. في السريع بس نحط كمان شويه زبده. زبده هلا للبطاطا. نسخن البطاطس. اوكي معنا اتصال غدير. هلو. الو الو. صباح الخير يا غدير. اهلا وسهلا. تمام الحمد لله. كيفك انت؟ تمام. غدير بدك تشاركي بالمسابقه، مسابقه الاس ام اس؟ بدي اشارك. طيب حابه اسلم عليكم. سلمي علينا وما تنسي تشاركي بمسابقه الاس ام اس لانه الهديه كثير حلوه. تفضلي. ان شاء الله. فقدتوني؟ نعم. ما فقدتوني بالاتصالات؟ والله زمان ما سمعنا صوتك يا غدير، وين كنتي؟ والله كنت مشغولة شوي، علمك يعني الدنيا بدها تصير كذا، وبدنا نجهز حالنا سجاد وصوبان. وهلا ان شاء الله جاهزة؟ لا الحمد لله على كل شيء والله. يلا في شتوية جاية بتشتي الدنيا، جمعة وسبت. والله. فاستنوكي هم. بدنا فيهم عدس. كثير؟ عدس بدنا نعمل. طب منيح. يلا صحتين بنبلش. كان كنت الشتاء. تعال تفضلوا. يلا شكرا حبيبتي. تسلمي تسلمي. يعني تطلع على غدا ان شاء الله. اهلا اهلا غدير. ازيك؟ صباح الفل. زيك. انت عامله ايه يا غدير؟ والله الحمد لله. يسلموا ايديكي. تسلمي يا حبيبتي. شكرا. نوره ما شاء الله عليكي. الله يخليكي عيونك الحلوه. انا لازم اجي على الاستديو عشان اشوفكم شخصي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. خلص لبولي وانا بادي والله. يا اهلا وسهلا. هلا بنبعث لك خالد يجيبك. الله يسعدك. ما بتقصري. شب اشقر عيونه زرق بستناك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. شكرا لاتصالك يا غدير. شكرا. خلاص انا حطينا الدقيق، حطيت الزبده وحطيت شويه حليب، وهنبتدي نحط البطاطس. طبعا البطاطس جامده لان مش متضاف لها اي حاجه ولا شيء، زي ما هي وهرسناها بالظبط. فدلوقتي على طول هتفك معانا. وطبعا سمك البطاطس حسب كل واحد قد ايه بيحبها تقيله او سميكه. مظبوط. يعني بيزيدوا بالحليب يعني مساله ذوق طبعا. مم.
خلينا نشوف بس الدجاج لسه. رح ناخذ هلا فاصل غدا ونرجع نكمل. بس حنحط شويه ملح للبطاطس وخلاص، وبس حطينا نرجع نظبط الحليب، حطينا الزبده، حطينا الحليب والزبده وكله، بس بنفك. اذا فاصل ونعود نكمل الطبخ مع غدا تلي.